السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. بهذا الشرح البسيط لعبة سكواد للمبتدئين اللي منزلين لعبة جديد وما يعرفون كيف يدخلون على السيرفرات، وش اللعبة وش طريقة اللعب وش الهدف من اللعبة. أول شي بالنسبة للسيرفرات، أنت راح أول ما تطلع لك الواجهة بعد ما تشغل لعبة سكواد راح تطلع لك الواجهة هاي، تضغط على السيرفر. عندك مجموعة كبيرة من السيرفرات الموجودة الأجنبية والعربية. بالنسبة إذا بدك تفوت السيرفر العربي، حاليا موجود سيرفرين عربيات، يا أما تدور بهالطريقة هاي سيرفر سيرفر راح يطلع لك عربيك باسم، راح يطلع لك كلمة عربيك هاي تدل إنه سيرفر عربي، هذا السيرفر الأول. وبالنسبة للسيرفر العربي الثاني حاليا مو مبين عندي، يا انه مو شغال ساعة اثناء التصوير يا يكون بنقو عالي وما طلع عندي، فبدنا نبحث بحث. تجي هنا قسم البحث، تكتب بالانجليزي طبعا، اللغة العربية غبي عربيك، راح يطلع لك مباشر. عندك الفلترات، حاول لا تلعب بالفلترات، خليها مثل ما هي موجودة بال الستاندر تبعها. في حال عندك سيرفر مطالع احتمال يكون بينجو اعلى من البينج اللي عندك، اعلى من البينج المحدد اللي هو بالعادة يجي هو البينج 150 متحدد، فاني رافع البينج لل200. انت في حال بعض السيرفرات مطالع عندك تقدر ترفع البينج لل300 ل250 ال500 على شيء. في حال رفعت ال500 راح تطلع عندك كوش سيرفرات موجودة بلعبة سكواد، لانه اكثر من 500 ما في. حاليا نجي نجون على سيرفر العربي، سيرفر حكومة. طبعا راح تجون، راح يطلع لك عداد مكانك واذا في حدا قدامك او حدا وراك. حاليا السيرفر في مساحة، فمكاني واحد مود اللعبة انفيجن اللي هو دفاع، فعلى الأغلب يكون الجيش الأمريكي هو هجوم والميليشيات دفاع. مثل بما أنه ما حد قدامي رأسا فتت بدون انتظار. بالعادة إذا السيرفر يكون مليان بدك تستنى، أحيانا يعني يكون قدامك واحد اثنين ثلاث حسب العدد، وبدك تستنى الدور لحتى يجي دورك وتفوت على السيرفر. طبعا هاي قوانين السيرفر والديسكورد تبع السيرفر، في حال تحب تنضم عليه راح تكون تلاقيه بداية اللعبة أول ما تفوت بداية السيرفر. نجي على الواجهة، الواجهة هاي هي عبارة عن جيش، تختار الجيش اللي بدك اياه. انت حاليا اني حاليا فوتيني على مع الميليشيات او الجيش العربي، لانه هي اللعبة عدد 50 لاعب ضد 50 لاعب او 49 لاعب ضد 49 لاعب، فلازم يكون في توازن بين الجيشين، يفوتونك على العدد الأقل. حاليا ليش مفوتين يعني مع المشات؟ يمكن أثناء الدخول حدا طلع من هذول ودخل. ففي حال أنت بدك تدخل مع الجيش الثاني بدك تستنى يكون العدد هذا أقل، حسام حاليا مباشرة أنك تدخل مع الجيش الأمريكي، بدك تستنى عدد الجيش الأمريكي يكون أقل مشان تكبس الكبسة هاي الحمراء، راح يدخلك مع الجيش الأمريكي. راح اكمل انا بالميليشيات مثل ما قلت لكم. الانفيجن هي دفاع، يقول لك دافع عن الجبهه الاماميه 100 متر، كل ما تسقط نقطه هاي النقاط هاي الجبهه. عندك الجيش الامريكي متواجد بهالنقطه هاي راح يبلش هجوم هو، واحنا مسؤولين مهمتنا الدفاع عن العلام، العلم الاول العلم الثاني العلم الثالث. بس تسقط سقط العلم الاول بدك راح تنتقل، راح تسكر النقطة هاي وراح تصير دفاع عن النقطة هاي، فراح تنتقل انت مباشرة عن النقطة اللي بعدها وتدافع. في حال ما سقطت راح يخسر الجيش الامريكي، بدايته راح يبلش بعدد 150 تيكت او 200 تيكت هاي التيكتات، ف وانت عندك حوالي 900 تيكت،
فكل ما سقط جندي او خسر آلية او شيء يخسر تيكتات. فقدر الامكان ان تقدر تدافع عن النقطة وتخسر تيكتات اكثر، فاحتمال من النقطة الاولى تقدر تنتصر عليه. ومثل ما قلت اذا ما انتصرت عليه بالنقطة الاولى حاول قدر الامكان تخسر تيكتات، عشان لما تهجم على النقطة الثانية هو بما انه اخذ النقطة الاولى راح يجي تيكتات زيادة، فانت لما خسرت تيكتات اكثر انت زدت نقاطك اكثر وزدت فرصة فوزك باللعبة اكثر. كل ما سقطت نقطة راح تنتقل على النقطة اللي بعدها مثل ما قلنا، وهو كل ما اخذ نقطة راح يزيد التيكتات تبعته. انت تيكتاتك ثابتة بدل انك دفاع بس تخسر تيكتات، كل ما متت تخسر تيكتات. حاليا تجي على قسم السكوادات، هين ناس فاتحة سكوادات، انت تجي تختار السكواد اللي بدك اياه. السكواد عبارة عن 9 اشخاص، فهنا عندنا مثلا كاتبين عرب عدد فيه 8 من 9 تقدر تجون. عندك مثلا هذا فول، عندك هنا 8 من 9 تقدر تجون، 5 من 9 تقدر تجون. عندك يجي سكوادات مثل هذا بردي ام، سكواد حاطه الآلية. الآلية عبارة عن يفوتوا 2 او 3 بالسكواد، وعلى الأغلب راح يسكر السكواد مشان ما يفوت حدا معاهم بس 2 او 3 هذول. ايه شباب قبل شوي ما قدرنا نكمل المقطع، هسا نرجع نكمله. طبعا انتصر الجيش العربي بالدفاع ضد الجيش الامريكي، ما لحقنا نكمل المقطع. نجي يا شباب على هالخريطة اللي اسمها متاهة. طبعا انا كنت بالهجوم وغيرت مشان نكمل نفس المقطع الدفاع. طبعا الخريطة زاد نفس العملية انفيجن، واللي هي دفاع الميليشيات دفاع ولا البريطان هجوم، هاي اول نقطة. مثل ما شفنا بالخريطة اللي قبلها الدفاع انتصر. مين هذا اللي بعت لي؟ نجي يا شباب على القائمة هاي. طبعا انا جاز بعد ما فتت على السكواد قلنا من هنا تختار السكواد اللي بدك تفوت عليه حسب العدد. نجي على القائمة هاي، عندنا اول وحدة اللي هي الخانة الليدر. الليدر بما اني ماني الليدر حاليا ما اقدر اشوف ايش الموجود عنده. طبعا الليدر عبارة عن 3 اسلحة حسب عدد الاشخاص اللي معك تقدر تختار بينهم. رجع لنا الميديك. الميديك عن عبارة عن سلاح. I'm spawning main. First main. هذا السائق. Everyone grab طبعا back. الجيش. الجيش العربي بما انه ما عنده طيارة ما راح يظهر عنده الطيار في خانة ثالثة هي الطيار. الطيار طبعا عبارة عن سلاحين ايضا. نجي على الخانة الهين اللي هي الرايفل مان. او الاسلحة الخفيفة او ايش ما كانت تكون انتها تكون. نجي عندنا اول وحدة، عندنا مجموعة كبيرة من الاسلحة كلها هاي رايفل مان او فايتر. يشيل هذا معاه عدة طلقات. طبعا انا افضل سلاح هذا لانه اسكت. هذا السلاح الثاني. مان بليز مو مارك ان فيرست كاب. بالقديم كان سلاح مو زيادة، اما حاليا سلاح سلاح ماشي حاله محترم. عنده اضافات حلوة هنا. عنده مضاد للدبابات، قنابل مضادة للدبابات. تيم اونلي انجلش. عنده قنابل فردية، سلاح مو زيادة بس الاضافات معه حلوة. نجي على السلاح هذا اللي هو الار بي كي، وهو رش سلاح رشاش. سلاح هذا ما يكون شايل اي شيء، عبارة عن شخص مستسلم. القسم اللي بعده هيز فروم زيمبابوي.
عندنا السلاح الاول سلاح رشاش ار بي دي. I can't tell man. بعد قاذف القنابل. I'm from Uganda man. قاذف الارجيل. قاذف الارجيل عنده نوعيتين من السلاح. سلاح اس كي اس مع سكوب وسلاح ال اي كي ام. طبعا هذا نايس تشيكينج. طبعا هذا مع قذيفتين مضادات الآليات ضد الأفراد. هذا مع قذيفة مضادة الآليات وقذيفتين مضادة للأفراد. نجي عندنا سنايبر دراغوف أو اسمه هذا ما أعرف اس بي دي اسمه الموجود هنا بس يمكن يقولوا له دراغوف وقناص روسي. عندنا هنا البيكسي البيكسي ما شاء الله قناص نو نو عربي قذف الار بي جي هذا الهيفي انتي تانك ضد الثقيل الاليات والتفخيخ السلاح اللي كلنا نحبه. التفخيخ عنده نوعيتين من القنابل، قنابل موقوته وقنابل على الكبسه ضد دبابات الغاب. طبعا خلنا ننزل حاليا بيست موتيفيشن اوبننج ارابيك سونج مان بيست موتيفيشن. Sorry, no understand. Wow. He wants no shit. That is piece of shit. Is this like the new like special shit or is this the other one? سيارات اللوجي. تنقل راح اخذ موتور. There was an update, right? There was an update. Yeah. Is this the newest one or am I still playing the old one? No, you're stupid. طبعا شغل المطور تحت الايه. We're playing the old one. We all stupid. المحرك. حاليا نقدر نروح على النقطة الأولى. واو. جاي. جاي. شايفين هذا الأحمر تو راح هذا عداد. عشان الميليشيات توصل بما انه اذا توصل للنقاط الاولى داخل المركز. الجيش البريطاني بده يضغط اربع دقائق مو اربع دقائق تقريبا او ثلاث دقائق مشان يبلش الهجوم. يكون الميليشيات وصلت وخايف معهم. يعني هنا عامل السرعة تبلش بسرعة مهم مشان تأمن انتشار سبيب الخريطة. من أفضل اللعب على نقطتين الأولى والثانية. فهل حال خسرت النقطة الأولى يكون عندك نقطة ثانية مباشرة جاهزة وراها. تعتمد على العمل الجماعي لازم تستمع للكلام الليدر. طبعا يكون الليدر محترم عارف ايش جالس اسوي مو والله. اخذك على الصحراء وبدك تمشي معه. شوف الاخ لحظة هو. وعليكم السلام. السلام عليكم. الاخ هنا يزرع قنابل. اسمع يا تفضل يا معلم. انا معي كت تفخيخ، ايش رايك نفخك وانت تروح تفجر؟ شلون بدك تفجر؟ ماني من نفس السكواد معك. طيب خلاص وصلني روح والمثل. اركب. ستارتنج. طبعا هنا حدد الليدرات انه صار به هجوم من هنا تقدم الاليات. وين اللي تروح انت؟ وصلني في النقطة اللي في النص اللي قدامي.
باول ترجع على المين بيس. اصلي والله شكرا. حياك توصيل سليم. هلا والله. السلام عليكم شلونك حبيبي من متابعينك. حياك الله. على راس الشباب والله الحمد لله الله يسلمك عافيك. بدي اركب وياك لحظه لحظه. تفضل. صح مين سليم هذا؟ بارك الله. هلا 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 بك. هلا بك. هلا بالشباب. حياك الله. حيا بالقلب. عزك الله يعزك. الله يسلمك يا ابويا سليم. لك على راسي على راسي انت وكل متابعين. تابعين اليوتيوب ولا التيك توك؟ والله يوتيوب لما ادري. حياك الله. اقول لك اسال الصور. والله قاعد اصور. ايه زين بس لا تطلعني. تمام ابشر. ليش؟ تقول انك طالع بالحقيقه. قول لا تصورني. ابشر معلم. صابك؟ ورسو نزلته على الأغلبات. حبيبيز we losing south farm. What's why? طبعا صاحبي هنا تصوب فاعالجه اسعاف اولي. هذا يعتبر ما اسعاف كامل راح تظل الصوره عنده مو مظبوطه. قبل ما يجي ميديك ويكمل على خير. عشتك عشتك. الزرواكه راشد القناص ما عرفت من ايش من السياره. اذا يمشي يمشي هذا يمشي هناك. المزرعة. صح؟ هذا هو جنب جنب جنب. فين؟ ما ننتبه له، ما ننتبه له. المهم يا شباب مثل ما قلنا هذا طلعنا بشكل مفاجئ. حاليا الأعداء أخذوا النقطة الأولى. جماعتنا ما حدا بنى اي فوق او اي دفاع بالنقطة هاي فاخذوها بالسهولة. جماعتنا شوف شلون منتشرين ما لهم اي علاقة بالليل. هسا انا بس سويت جيف اب راح اخسر مباشرة. راح اخسر فريقي تكت واحد من التكتات هاي. كل ما واحد يسوي جيف اب تخسر تكت. اما اذا استنيت ويجي حدا يعالجك فما راح تخسر اي شيء. طبعا اذا بدك ترس بين انت بدك تشوف الفوب تبعك اقرب نقطة مثل عجبها ترس بين بيها مباشر. ترس النقطة هاي وتقول يا رب اذا الليدر بده بناء. هنا 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 الليكتر بالله اخر واحد اخر مرة. هسا صارت النقطة هاي نقطة الدفاع انتهت الجبهة. صار في الجبهة هاي راحت صارت نقطة هاي. نكتفي بهذا القدر. وعنده اي سؤال يكتب لي ان شاء الله نفيدكم قدر الاستطاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.